السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف موقع اسمه cmbuilder.io. موقع صراحة جميل. دلوقتي مثلا هنبدأ نختار المشروع، هنختار مكان المشروع اهوت. طيب بلاش المكان ده عشان احنا بنروح نلعب في الجنينة دي، برضو جنينة. هنختار كأن ده مكان المشروع، تمام. هقول له مثلا اسم المشروع مثلا اكس مثلا، في توبوغرافيا فيه ولا فلات، الماب سيكنس، نيكست، ببدأ اشوف بقى كل واحد اقدر اضيف كذا حد لسه ديت. انا طبعا الادمن، اقدر اضيف اكتر من شخص يشتغل معايا في المشروع دوت. انا بقى بشرح لي طريقة الشغل، فانا ممكن اقول له اوكي. طيب ده هيبقى هنا شكل المشروع، وهنا الاسم نقدر نعدل فيه، العنوان، وخد الخريطة اهوت، تمام. وهنقدر ان احنا نعمل سيناريو للمشروع. اول حاجة اقول له مثلا انا عايز اعمل حفر، فبيقول لي الجزء ده انت عايز تعمل فيه قط ولا فيل، فاقول له مثلا قط، وابدأ احدد المكان اللي هيتم الحفر فيه بالشكل دوت. المكان دوت هتشوف بقى هنحفر قد ايه، كم متر، قول مثلا 5 متر عشان الحسد، تمام. ونقدر نتحكم فيه المكان اللي هتحفر قد ايه بالشكل دوت. هل انت عايز اسلوب وول ولا لا، ومقدار الاسلوب ده قد ايه، وهل هنبدأ الاسلوب من بره ولا من جوه، ولا هي الاسلوبات كلها، ممكن تلغي الاسلوب للحائط فيهم او الحائطين زي ما انت عايز. وبعد كده هقول له دان، فاحنا كده عملنا الاسلوب. لو احنا عايزين نعمل فيل، هبدأ اختار المكان، المفروض المكان ده مثلا واطي، وهنبدأ نعمل له فيل. ونقدر نختار الارتفاع هيبقى قد ايه، والتوب الفيشن بتاعي قد ايه. وبرضو لو في عندي بوست فرامب، لو في جزء معين مثلا عايزين نعمل رامب، فالرامب هو بيبقى جاهز واحنا بنبدأ ان احنا نعدل فيه.